ما سيكون صعيب ديال الرجاء، فهمتي؟ الرجاء ضيعوا ماتشات ديال البطوله، ضيعوا الماتشات ديال الوطن، ضيعوا سيكبات، ضيعوا هذا الماتش، يعني الرجاء ضيعوا، فهمتي؟ يعني غيكون ماتش صعيب، السيره نخسروا غيوليو تما يلعبوا على الخطر، ما نتمناوش انتصار، فهمتي؟ الرجاء ضيعوا البطوله ديال العام، بزاف ديال الماتشات، فهمتي؟ ضيعوهم بزاف، بكل صراحه كانت البطوله ديال الرجاء وكان السوبر كوب ديال الرجاء. ضيعوا بزاف ديال الالقاب صراحه. الانتصار ديال الرجاء، ديال الرجاء شنو هو؟ هو الدري ديال المدرسه اللي كتلعب 8 ديال اللعابه ديال المدرسه، هذا هو الربح اللي داو الرجاء. ان شاء الله يكون خير مع هاد الرئيسات واللاعبين. دابا راه المهم اللي عطى الرئيس هو مزيان، دابا بغينا التوصيل تا هو، وانا شوف التوصيل كنا مدخل ربعه ديال الكاسور، واللي كان خصني كنا هو المش المتولي ما كانش هو اللي خصو يلعب الفرقه ما كانش. بكل صراحه المهم حنا ديما رجاء، المهم حنا الرجاء عندنا كل شيء حلال، فهمتي؟ حنا البطوله اللي كتبدا دابا، فهمتي؟ البطوله اللي كتبدا، فهمتي؟ كيعرفوا من راه يعطيوها. حنا بغينا هذا الشيء، بغينا الكراته بحال الجامعه تمشي بحالتها، فهمتي؟ فمشى الاخر، مشى الاخر خلى الزريعه ديالو ديال بالقشور، بالقشور تا هما القشور تا هو هذاك يعني بحاله بحال. حنا بغينا الكراته بحال ديال 76 اللي مشى بالمجدوب وجاب موس، فهمتي؟ حتى الفساد السياسي الفساد الرياضي، كتبقى الرجاء العالمي كتفرحنا، كتخرج كاع المغاربه للمونتاج ديال الكويره. فكنعتقد انه المقابله ديال فريق الرجاء الرياضي واولمبيك اسفي عندهم خصوصيه خاصه، خصوصا انه فريق الرجاء الرياضي ضيع اللقب 2014 من اسفي، وكان كنلاحظوا انه الرجوع ديال فريق الرجاء الرياضي للمنافسه على البطوله من بعد الفوز في الديربي، فعندها خصوصيه خاصه. كنتمنى انه فريق الرجاء الرياضي يظفر بالنقاط ديال المقابله باش يبقى منافس على لقب البطوله. ثلاثه نقاط بينه وبين المتصدر ماشي شي حاجه اللي هي كبيره، اذا تحلوا بالواقعيه اللازمه وكانوا رجليهم في التيران، راه كنظن انهم يقدروا يبقاو منافسين على لقب البطوله الى اخر رمق، ونتمنى لهم حد موفق والله يعاونهم. الرساله ديالي للطوسي واللعابه، راه عارفين حجم المسؤوليه اللي على عاتقهم. الرساله ديالي لبعض اللاعبين هما انهم يتحلوا بالقدر الكافي من المسؤوليه، وكما كيقولوا هما بحد ذاتهم انه هو يجاوبوا في لو تيغان، يحاولوا يبعدوا شويه على لي ريزو سوسيو، لانه هذا الشيء كيخليهم انهم يبعدوا على التركيز ديالهم من المقابله، وكيوليو مركزين اكثر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء اللي كيخليهم انه يقدر يخليهم انهم يهضروا لقب البطوله. بالنسبه للمقابله ديال غدا ديال الرجاء مع اولمبيك اسفي، فكنظن بان اولمبيك اسفي غتنتصر على الرجاء، رغم انني رجاوي، ف درت العاطفة أولمبيك في بلادي وبغيتها تربح. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.